الشركة العربية لأمات الدواجن أمات، الرواد في إنتاج وتوزيع صيصان عمر يوم واحد. تأسست الشركة العربية لأمات الدواجن في عام 1990 ميلادية، وبدأت الإنتاج في عام 1991 ميلادية. يقع مشروع أمات السعودية في منطقة هدى الشام على مساحة 440 ألف متر مربع. وبفضل الله ثم جودة الصيصان المنتجة، استطاعت أمات أن تحصل على 70% من حجم السوق السعودي للصوص البياض، كما حصلت على 50% من حجم السوق الخليجي واليمن. أمات السعودية هي الوكيل الحصري لشركة لوهمان LSL لإنتاج وتوزيع الصيصان البياضة عمر يوم واحد. إنتاج دجاج أمات من سلالة لوهمان من البيض يعادل 12 مرة من وزنها الفعلي. تعتبر شركة لوهمان من أكبر الشركات الألمانية والعالمية، والتي تعمل في مجال التأصيل والهندسة الوراثية لما يزيد عن 50 عاما. كما تصنف لوهمان عالمياً على أنها من الشركات الأولى المهتمة بصحة الدواجن، إلى جانب نجاحها في رفع مقدرة الدواجن على التأقلم في المناطق الحارة بالانتخاب الوراثي. وتهدف رسالة أمات إلى العناية الفائقة بالصوص وشركائنا من العاملين والعملاء. ومن أجل العناية الفائقة بالصوص المنتج، تطبق أمات نظام أمن إحيائي صارم لحماية الأمات من الأمراض. كما تطبق أمات نظام تعقيم السيارات الداخلة للمشروع، ونظام الاستحمام وارتداء ملابس معقمة عند الدخول والخروج لجميع العمال والزوار المصرح لهم. كما تهيئ أمات السعودية بيئة مثالية للتربية بأعلى معايير الجودة، ويقوم بالإشراف على القطعان طاقم فني متميز. تستخدم أمات السعودية أحدث تقنيات التفريخ، ويتم اختيار البيض بناءً على مواصفات عالمية، ويدار معمل التفريخ بطاقم فني مؤهل علمياً وعملياً.
وبعد إتمام عملية التفريخ يتم فرز الصيصان وفحصها بصورة أولية، ومن ثم تجنيسها بفصل الذكور عن الإناث. وقد توصلت الشركة إلى نتائج مبهرة في تقليل أخطاء التجنيس إلى أقل من 5 صيصان لكل 10,000 صوص، والتي لا يضاهيها في ذلك أي شركة أخرى. يتم تجهيز الصيصان بعد إجراء عمليات التحصين بوضعها في أقفاص خاصة والتأكد من جودتها قبل تحميلها، والذي يتم بواسطة مشرفي الجودة المختصين. تمتلك الشركة أسطول نقل حديث في كل أنحاء المملكة، تم تصميمه لتوفير بيئة مثالية أثناء رحلة الصيصان من حيث درجة الحرارة والتهوية. قطع أسطول أمات مسافة 3,000,000 كيلومتر، وكانت نسبة النفوق 0%. تختار أمات الكفاءات المتميزة للعمل فيها، وتهتم أمات بتطوير وتأهيل العامل للتعامل مع أحدث التقنيات. توفر أمات بيئة عمل صحية لتضمن صحة وأداء العاملين. تسعى أمات للاهتمام بالجانب الاجتماعي والترفيهي، وتكرم المتميزين منهم. أضافت أمات لخدمة عملائها مختبراً تشخيصياً مجهزاً بأحدث التقنيات العالمية في المجال، مع تقديم النتائج في وقت قياسي بواسطة طاقم فني مؤهل. كما يقدم المختبر البرامج الوقائية لتحقيق هدف حماية المزارع من الأمراض. تلتزم أمات بتقديم خدمة فنية متميزة قبل وأثناء وبعد البيع بواسطة طاقم من الأطباء البيطريين والمختصين المتواجدين في جميع مناطق المملكة وخارجها. تقوم أمات بتزويد العميل بالمشورة الفنية العلمية السليمة من خلال زيارات دورية يقوم بها فريق من الخبراء والمستشارين العالميين. تفتح مدرسة أمات منبراً لمناقشة القضايا والمشاكل وتبادل الخبرات والتجارب بين المربين والفنيين والخبراء في المجال. كما تتيح مدرسة أمات فرصة التدريب لشركائها من العملاء. حصلت أمات على شهادة أفضل مزارع ومعمل تفريخ بالشرق الأوسط لتطبيقها أعلى نظام للأمن الإحيائي من شركة لوهمان عام 1997 ميلادية. كما حصلت على شهادة الأيزو 9001 لعام 2000 ميلادية. واستطاعت أمات بفضل اهتمامها بالجودة أن تحصل على جائزة الالتزام بالجودة العالمية. الشركة العربية لأمات الدواجن.
أمات، الرواد في إنتاج وتوزيع صيصان عمر يوم واحد.